جئنا ومعنا الخادمة وجاءتها الدورة الشهرية قبل أن تؤدي العمرة. نعم. جئنا ومعنا خادمة وجاءتها الدورة الشهرية قبل أن تؤدي العمرة. ما الحكم إذا أردنا السفر إلى بلدنا قبل أن تطهر؟ لا بد أن تنتظر حتى تطهر وتؤدي عمرتها، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولما حاضت صفية قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة. قال: فانفري إذن، يعني سافري. فدل على أنه لو لم تكن طافت طواف الإفاضة فإنها ستحبس الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى تطوف. نعم.